رسالتنا تمكين أسر الأحساء مجتمعيا من خلال المبادرات المستدامة ونشر الوعي الموجه وتحفيز المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتهم. اشتغلنا على 4 محاور أساسية: المحور الأول الاهتمام والتنمية، المحور الثاني التميز والظهور، المحور الثالث التأهيل والتمكين، المحور الرابع التنمية والاستدامة. اليوم بإذن الله تعالى سيتم إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2023-2026. نتوقع من هذه الخطة أن تحقق أهداف قوية لخدمة أسر الأحساء في الحساء. وضعنا 17 هدف استراتيجي لتحقيق 17 مبادرة اجتماعية متنوعة لتقديم خدمات للأسر والطفل والمرأة. نتوقع من هذه الأهداف أنها يعني تحدث ضجة قوية للأحساء ونقلة نوعية قوية لمستفيدين الجمعية. اليوم بإذن الله بحضور نخبة من الحضور من الإعلاميين والمتطوعين والداعمين والشركاء، إن إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في نهاية السنة نحتفل مع بعض بتحقيق هذه الأهداف بدعمهم ومشاركتهم ومساندتهم لهذه الأهداف والمبادرات. نتمنى من الجميع المساندة القوية والمشاركة القوية، لأن فعلا الجمعية هي جمعية الحساء جميعا. شكرا لجريدة اليوم لسماحنا لإعطانا هذه الفرصة لنتكلم عن خطتنا الاستراتيجية. التي أكثر من 4 عقود العديد من الخطط والبرامج والأنشطة التي ساهمت من خلالها في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، ومنها تطوير آليات وسبل الاهتمام بالداعمين والمستفيدين وإطلاق برامج تنموية متكاملة تخدم المستفيدين. حرصت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية بالقيام بالعديد من البرامج لأكثر من 4 عقود والتي تهدف إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها. شكري وتقديري لكافة الداعمين والمساهمين في إنجاز هذه البرامج طيلة هذه الفترة. أي شخص في المجتمع ينفع أنه يكون يرشح نفسه يكون سفير في جمعية فتاة الأحساء الخيرية، فراح أتكلم بشكل يعني بسيط عن البرنامج وأكيد نقدر نعرف تفاصيل عنه أكثر. مهام سفير اللي بإذن الله نسعى إلى نشوف منهم اليوم يسجلون معنا اليوم ويكونوا سفراء للجمعية. منذ تأسيس الجمعية في عام 1401 وهي تعمل بخطى واثقة وثابتة نحو تطوير وتنمية مجتمع الأحساء، ويأتي هذا الحدث بهذا اليوم لإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية لكي تعلن عن أهدافها الاستراتيجية وخططها الجديدة التي تواكب رؤية المملكة 2030 والتي تتناسب مع تاريخ الجمعية وماضيها العريق، بما يسعى لتطوير جميع الفئات المستهدفة في الجمعية من أطفال وسيدات وما يخدم المجتمع من أعمال تطوعية متميزة، مبادرات يعني ترقى بمجتمع الأحساء وتخدم أهداف الجمعية وتطلعاتها.